ارمي نظارتيك ما أنت أعمى، إنما نحن جوقة العميان. هكذا طالب نزار قباني العميد طه حسين، الشلال الهادر والمتمرد الأعظم، الذي أبصر النور بغير نظر، وجسد واحدة من انتصارات الإنسانية ضد المحن. طه حسين الذي ترك أثراً في كل شيء، هو هازم الفقر والإعاقة، والمنصف للمرأة للدرجة التي حمل فيها حقيبة الزينة لزوجته سوزان وهو لا يراها، والقاهر لكل صعب، فهو الذي أجاد اللاتينية وهي لغة ميتة، وانطلق يجدو بالفرنسية ويؤلف بها، وكان لسانه العربي كمس الحرير على الحرير. هو البارع في التاريخ، الحافظ لعمود الشعر، الحكاء العظيم الذي كشفت وثائق جائزة نوبل أنه اقترب من تخومها قبيل عقود ل14 مرة ولم ينلها. وكان أهم الذين تأثرت بهم من زعماء الثقافة العربية الجاحظ من جهة والمبرد من جهة أخرى، فقد كان من أول ما قرأت في الأدب المنثور كتاب البيان والتبيين وكتاب الحيوان. هو مخلص الشعر من الصنعة وفارس المعارك الأدبية الذي لا يرفع الراية البيضاء، من أزمة الشعر الجاهلي لمعركة مستقبل الثقافة في مصر. هو النبيل الذي وقف مع وطنه وأعاد لفرنسا وسامها بعد العدوان الثلاثي. هو التلميذ الذي تمرد على الجمود، والأستاذ الذي منح تلاميذه كل القيم النبيلة. فكما قلت، أنا ملتزم دائما لأني أعيش في بيئة وأحب، إذا كتبت أن تفهمني هذه البيئة، ولا أحب أن تفهمني بعقلها وحده، وإنما أريد أن تفهمني بعقلها وقلبها أيضا. هو الصلب الذي آمن بحرية البحث العلمي وطبق إيمانه، مثلما نادى بتعليم كالماء والهواء، وكان أول من أتاحه مجاناً لأبناء وطنه وقت توليه كرسي التعليم في وزارة الوفد. هو طه حسين الذي أقام الدنيا وشغل الناس.